نادمة على بعض الأدوار في بداياتي، نعم أم لا؟ لا مش لدرجة الندم يعني. ما بتحبزيها؟ ما بحبزها أكيد، يعني في بداياتي ما كانتش أحلى أدوار ليا. زي إيه؟ زي أي دور بتقولي اليوم لو رجع فيه الزمن لورا؟ بصي أنا ما بحبش عامة أذكر، عشان احتراما للناس اللي عملوا، يعني في كرو في العمل، يعني في مخرج وفي منتج وفي ابطال، فما احبش اقول العمل ده مثلا مش عاجبني او ندمانه اني عملته او مش عاجبني اني عملت الدور ده. فاحتراما ليهم انا عندي اخلاقيات كده معينه ما اقدرش اقول ده، بس في ادوار ما كانتش احلى حاجه يعني بالنسبه لي، كان ممكن ما اعملهاش يعني ما اضافتليش، او مش شايفه لما بشوفها مش شايفه ان هي كانت حلوه قوي، ولكن الحمد لله ما عنديش حاجه لدرجه الندم، ما عنديش حاجه اخجل منها. ممكن اندم انه ما كانش دور مثلا حلو قوي او ما كانش عمل بس كان ساعدك على الانتشار يعني بالبدايات، كان ممكن يكون ساعد، ما هو اي حاجه ممكن تتعلمي منها حاجه، يا اما بيساعدك على الانتشار يا اما حتى لو ما ساعدكيش على الانتشار انت بتتعلمي يعني من الكويس ومن الوحش ومن الاخطاء في الاختيارات، انت بالعكس بعد كده بتعرفي ايه اللي بيليق عليكي اكتر، اللي بتلاقي فيه نفسك اكتر كده. وبرده لسه بنجرب ولسه لغايه دلوقتي بنتعلم. ما حد قالي لاي دور؟ لا والله خالص، لا مش هقول، لانه انا مش عايزه اذي حد، وفي نفس الوقت زي ما بقول لك انا مش ندمانه على اي بس حاجه عملتها. بس انت كنت بتقولي مثل ما بيقولوا لا بيقدموا لا بيأخر. بالظبط كده، بالظبط. طيب.